هذا مأكول الملوك، هذا مأكول الأمراء، هذا مأكول الشيوخ، هذا مأكول الناس الطيبين، الناس الخيرين. نحن اليوم بمقصرة الأخ والصديق والحبيب وسام نصيف، بولونيا. نحن بشهر 11 منبلش نفرط الصنوبر، من شهر 11 لشهر 5 منفرطه بمعقيلة أو بفاروض طويل، بيطلعوا على الشجرة وبيفرطوه وبينزلوه على الأرض، بيرجعوا بيصيروا يجمعوه على الأرض. اللي بيطلع يفرط يعلق الأول معقيلة، أطول فاروط فينا نستخدمه 6 أمتار صار فيه يطلع، وبده يكون رفيع الفراط، وزنه خفيف لحتى فيه يحمل حاله ليطلع. قلنا عادي يكون عندنا شجر طويل كتير، ما في حتى مسمار لحتى الفراط يعلق الفاروط ليطلع. نستخدم مسامير حديد دقة بالشجرة ليطلع عليها الفراط إذا ما فيها، وإذا فيها المسمار هو ذاته بتكون أغصان قديمة، بتكون يعني رايحة بش حالي، منخليها لحتى يطلع عليها الفراط ويوصل لقلبها لفوق. ومنجمع الصنوبر كله بشوالات، وممنوع انه تنحط جوا او ينقطع الهواء عنها، لازم تضل برا. بشهر 5 بس تربع الدنيا ويصير الطقس حلو، كل البضاعة منشيلها ومنفلشها على شوادر نايلون كبيرة، بتبلش هي تفتح على حرارة الشمس، كلها بتفتح تطلع عنا بهذا الشكل. بس تفتح مزبوط تطلع عنا هذه القراعة، يستخدموها للنار، بيرجع يطلع عنا بقلبها قلب الأسود. هذا نحن منقله صنوبر أسود اللي هو بقلبها. أوكي، هذه بتصير اسمها كنفشة. أول شيء بيكون كارز، هو مسكر، بس تفتح بتصير كنفشة. من بعد ما نفقيها على المكانات ونفرزها ونشيل القراعة لحال والكنافش لحال، ساعتها بنرجع مندخلها على المستودعات بقشرتها، نرجع بنصير نكسر منها شوي شوي حسب الطلب وحسب الكميات اللي نحنا ملتزمينها. هاي الماشين عنا نحنا منحط فيها الصنوبر اول شي مثل ما بيجي من بعد ما نفقيه، بيطلع شوي مغبر هوني، بتغربله هي، بتشيل الوسخ منه مثل ما شايفين. طبعا بنعطيها مي لحتى تغسل البضاعة مزبوط، 1 2 3 هودي بيكونوا عم بغربلو، عم بينزل الغبرة والحنان والوسخ منها. هون بتكون وصلت البضاعة نظيفة لهون، ما عاد فيها غبرة، هون بتبلش تاخذ مي، هون إلى مثل حضن مي، بتصير تاخذ مي هي وتعطي البضاعة مي وتغسلها لحتى تطرى القشرة، لحتى تاني يوم فينا نكسرها. من بعد ما تغسلها منشيل البضاعة لبرا، نخليها لتاني يوم. تاني يوم بتكون نشفت البضاعة ولك بتصير بهاي النظافة، حتى لو مسكتيها بإيديك ما بتنجوي، صارت جاهزة للكسر. تاني يوم الصبح طبعا بتكون نشفت، منجيبها على هيدي المكنة، نعطيها بضاعة من هون وهي بتصير تكسر وبتصير تنازل. الحبة المكسورة بتروح وبتنزل لجوا، والحبة المش مكسورة بتجي وبتنزل لهون، ومنرجع نعيد عليها دور واثنين وثلاثة لحتى تسفر وما يعود عنا بضاعة مش مكسورة، بتنكسر كلها، لأنه البضاعة ما بتنكسر من دور واحد، نحنا منكسر 7 أدوار و8 أدوار حسب كبر الحبة. نحنا منبلش نكسر من 9 ميلي كبر الحبة لنوصل لحبة كبرها 5 ميلي. هون منحط منعير هون وهون طبعا، وهي مطفية أكيد. تاخدي الحبة الكبيرة بالأول، ترجع تصيري تنزلي وتاخدي الحبة الأصغر 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 لتصفر البضاعة. عنا أول عين بتنزل الكسر النظيف، ما في أبدا صنوبر. هوني كمان بتنزل كسر
أكبر درجة بنصير هون بتنزل الصنوبر الحبة الصغيرة، هون بتنزل الصنوبر الحبة الكبيرة، وهون بتنزل الصنوبر كمان الحبة الأكبر، وكمان هون الحبة الأكبر الأكبر. بتعطينا 4 قياسات بالحبة، تطلع البضاعة كلها مفروزة. وهيدي عنا هون كلها توربينات هواء تسحب الغبرة كلها وبتكبها لبرا، مشان كمان حتى بالكسر ما يطلع عنا غبرة على البضاعة. نرجع نصير نحط بهاي المكنة شوي شوي، هيدي بتصير تطير القشر لبرا، وبيصير ينزل من هون عنا سنوبر صافي. بضل عنا عليه تشيك أب صغير اللي هو 1% أو ما دون 1%. منرجع منصير بننقيها على الطاولة، من بعد ما نخلص على الطاولة نعمل عليها تشيك أب مزبوط وما يضل فيها شيء. نرجع نجيب البضاعة كمان الأبيض، بس السنوبر الأبيض الخالص، نرجع منصير نحط بهاي شوي شوي، وظيفتها ان تلمع الحبة، وهيك بكون كل شي جاهز، وبتكون الحمد لله مثل ما اخذين الاولية بالشغل وبنظافة البضاعة، لانه البضاعة فيها درجات، عندك بضاعة ساحلية وعندك بضاعة جبلية. نحنا من على طول شغلتنا بالبضاعة الجبلية، البضاعة الساحلية ما بتعطينا نقاوة البضاعة الجبلية. والسنوبر اللبناني نحنا منوصفه بالذهب الأبيض، الذهب بيضل ذهب. فمشان هيك هاي الثمرة معززة مكرمة على طول بتضلها هيك، وعاشت عنا هون لأنه كمان هون في ناس طيبة وناس خيرة هي اللي بتزرعها وبتهتم فيها.